يقول: أحاول قضاء وقتي في قراءة القرآن الكريم، ولكنني أتلعثم كثيرا في قراءته، وعندي كثير من الأخطاء في القراءة، فهل علي إثم في ذلك؟ وأيضا أثناء قراءة القرآن والأحاديث والأدعية تخرج تلك الأجهزة المعلقة في جسمي لقضاء حاجتي عن طريقها، تخرج عن مكانها فأضطر لإعادتها بيدي، وبعد ذلك أحاول رفع المصحف الشريف أو تطبيقه، فهل أنا آثم بذلك؟ أما قراءة القرآن فإنك تقرأ القرآن على حسب حالك، ولكن إذا كان عندك خطأ في القراءة فإنه يجب عليك أن تعدلها وأن تطلب ممن هو أحفظ منك القراءة وأتقن أن يعدل لك القراءة وتتعلم عليه ما يلزم إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن فإنك تقرأ على حسب استطاعتك ولو مع المشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فلا تترك القراءة، لكن مهما أمكنك أن تصلح أخطائك فإنه يجب عليك ذلك. أما من ناحية مس المصحف فلا يجوز لك مس المصحف وأنت على هذه الحالة التي تذكر أن الحدث يخرج باستمرار ومن غير شعور منك، لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر. ولكن عليك أن تتلقى القراءة من غيرك وأن تستمع إلى من يقرأ، أو تتخذ من الأشرطة المسجلة من القرآن والمصحف المرتل ما تسمع منه القرآن وتستفيد منه، هذا الذي أراه لك. أما مس المصحف فلا يجوز لك وأنت على هذه الحالة، ولكن لا بأس أن تقرأ من حفظ، تقرأ ما تحفظه من السور، ولا بأس أن تذكر الله عز وجل بأنواع الأذكار الواردة، ولا بأس أيضا أن تقرأ الأحاديث النبوية. إنما الذي يمنع هو مس المصحف بدون طهارة، وبإمكانك أن تستمع إلى قاري ممن يحضر عندك، أو أن تستمع إلى المصحف المسجل. والله تعالى أعلم.